مساء الخير والأنوار كمشاهدينا ومشاهدين قناة أهل الدار، يسعد أوقاتكم جميعا. نحن اليوم طلعنا عليكم من ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة والريادة والاستثمار بتنظيم من هيئة فرسان السلام. طبعا نتقدم بالشكر الكبير للدكتور رئيس المؤتمر ورئيس هيئة فرسان السلام الدكتور أمين أبو حجلة، وأيضا نتقدم بتحية الدكتور طلال أبو غزالة راعي المؤتمر والشيخ سالم بن سلطان القاسمي. طبعا مشاهدينا، فعاليات اليوم الأول كانت جدا ممتعة وفيها قامات كبيرة من مختلف الدول العربية والجاليات العربية في البلاد الأجنبية، ورح نوافيكم بكل تفاصيل المؤتمر. ابقوا معنا. دعونا نبدأ الجلسة بكلمة للدكتور أمين أبو حجلة رئيس المؤتمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي قبل أن أبدأ كلمتي باسمكم جميعا وبحضور أصحاب السمو والدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والحضور الكريم، أن نبرق إلى السيدة الأولى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، التي أوصلت المرأة الأردنية إلى ما هي عليه الآن لتكون في الصفوفة الأولى، لإيمانها بها وبقدراتها وإمكانياتها، فهي تعد صمام الأمان لرسم مستقبل مجتمعنا، لأنها تؤدي دورا مركزيا في التطور والازدهار والبنيان. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة راعي المؤتمر، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة، دولة الدكتور عصام شرف، سعادة المهندس فتحي جبر عفان، أصحاب السمو والدولة والمعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، حللتم بنا أهلا ووطأتم بمكاننا سهلا كراما مرحبا بكم. إن المرأة الأردنية حق لها أن تفتخر بأن حباها الله عز وجل بقيادة هاشمية حكيمة، بقيادة سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم حفظهم الله وعز ملكهم، الذين لم يتوانوا يوما في خدمة الوطن والمواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وما قدموا من إنجازات على جميع الأصعدة، والتي أصبحت موجودة وملووسة على أرض الواقع على الصعيد العربي والعالمي. الحضور الكريم، إن مؤتمرنا اليوم لا يتحدث عن المرأة فقط، لدينا المحور الأبرز والأهم الريادة والابتكار والاستثمار المستدام. إن العمل لدعم ريادة الأعمال يشكل اهتماما بالغا باستغلال طاقات الشباب والنساء، ويعد لبنة أساسية في تطوير الاقتصاد ومقدمة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، وتأطير الجهود في منظومة متكاملة لنمو المشاريع الريادية لتشجيع الاستثمار المستدام. وإيمانا منا وتنفيذا للرؤى الملكية السامية بأن المرحلة القادمة هي للشباب، فقد قررنا في الاجتماع السنوي للهيئة الإدارية والعامة لفرسان السلام أن يتولى رئاسة المجالس الدولية وعضويات الهيئة الإدارية ومعظم الأعضاء في الهيئة العامة ومن القيادات الشبابية من الجنسين والمنتسبين لأعضاء المجلس الشباب الدولي لفرسان السلام، والذين سيكون لهم الدور الكبير في مؤتمر البصمة الشبابية لولي العهد أثر القيادات الشابة في تنمية المجتمع. السادة الحضور، لقد بدأنا اليوم في الخمسية الثانية لتأسيس هيئة فرسان السلام. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر الهيئة الإدارية والعامة على هذه الإنجازات العظيمة على المستوى الدولي، وخدمة منا لفرسان السلام وللمرحلة الجديدة من التحديث والتطوير،
قمنا بإلغاء بعض المجالس وتحديث مسميات جديدة خاصة بالمرأة تحت مسمى المجلس الدولي الرقمي للمرأة القيادية. وقبل أن أنهي كلمتي أود أن أشكر جميع الدول المشاركة والتي تحملت أعباء السفر من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وفي مسك الختام أود أن أتقدم إلى الأخ الكبير الفاضل سعادة المهندس فتحي جبر عفان رئيس مجلس إدارة شركة فاست للمقاولات البناء بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، فهو الإنسان الذي يعطي بلا مقابل، صاحب الأيادي البيضاء، سيد العطاء، والذي وقف معنا منذ البداية وقفة الرجال للرجال. أمنياتنا لك أن تعود لنا سالما معافى وأن نراك بالقريب العاجل. وأخيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الشكر والتقدير للشركات الكبرى لتقديمها الدعم لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر، حيث أقدم شكري وامتناني لمجموعة طلال أبو غزالة الداعم الرئيسي للمجلس الشباب الدولي لفرسان السلام. وشكرنا وامتناني لشركة دماسين للمواد الغذائية لتقديم الهدايا لضيوفنا من الخارج. وخالص شكرنا وامتناني لكازمير كوزماتيكس لتقديم الهدايا القيمة للضيوف المشاركين من الخارج. وخالص شكري وتقديري لشركة معروف للصناعات الغذائية بن معروف لتقديمه القهوة، والشركات التي تقف معنا لتقدم خدماتها اللوجستية، شركة جي براندينج للتصوير، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة، وشركة سمائيليا للمؤتمرات، وفندق كيمبنس كامان. نعمل من أجلكم وبمحبتكم نستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عدنان الصغير سوف يكرم الدكتور أمين أبو حجلة رئيس فرسان السلام. كريم الدكتور أمين أبو حجلة رئيس المؤتمر ورئيس فرسان السلام. طبعاً يتفضل الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي أيضاً ضيف الشرف إلى المنصة. ما بعد كلمة الدكتور، ما يعني ما عندنا كلام بعد كلام الدكتور طلال أبو غزالة، يعني ما شاء الله نورتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، بداية وعند البدء دوما نهديكم جميعا تحية طيبة في هذا المحفل والمؤتمر الذي تنظمه جمعية فرسان السلام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في مسعى منها وضمن العديد من المؤتمرات والفعاليات المثمرة التي تنظمها، شحذاً للآراء وحشداً لمرئيات الخبراء والأكاديميين، وطرحاً للحلول والتوصيات التي تدعم قدرات مجتمعاتنا العربية، جنباً إلى جنب مع جهود الحكومات لمجابهة تطورات ومتغيرات وتحديات المستقبل المتسارعة. حيث أتوجه بالشكر لإخواني القائمين على جمعية فرسان السلام على جهودهم المشكورة، سائلين الله عز وجل أن يحقق المؤتمر أهدافه وتوصياته المأمولة. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، لعلنا نعلم جميعاً أن مسارات المستقبل والتطور بين الأمم والشعوب والحضارات تترجم على صعيد منجزات وما حققته كل دولة من تقدم في مختلف دروب التنمية، وبما لا يدع مجالاً للتأخر عن منجزات الدول المتقدمة. ولا شك فإن تعزيز المؤشرات الاستثمار المستدام ارتباطاً بالتطوير والاستفادة من المقدرات التي تستحوذ عليها كل دولة تؤكد صواب تلك التوجهات وضمان حصاد ثمارها المرجوة.
الأخوة والأخوات الحضور الكريم، إن الحديث عن المقومات والمرتكزات التي تدعم الاستثمار المستدام إنما تتضح بلا مواربة عند الحديث عن الكوادر والقدرات البشرية، وإن كنا هنا نطرح ملف التنمية المستدامة بمفهومها البشري، فلا بد من الحديث عن تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها لكي يتحقق التوازن في مسيرة النهوض لاقتصاداتنا العربية، دعماً ومؤازرةً لجهود أشقائها الرجال، وترجمةً لرؤى القيادات السياسية لدولنا العربية في تمكين المرأة ورفع معدلات إسهاماتها في مضمار التنمية الوطنية لكل دولة. وهنا ولا شك أن مكمن الحديث عن ضرورة وأهمية تمكين المرأة العربية للإسهام الفاعل في مختلف دروب ومسارات التنمية إنما يتعلق بما حققته المرأة العربية من تطوير قدراتها ومعارفها ومكتسباتها ومنجزاتها، إذ نراها لم تتخلف يوماً عن تقديم السند والدعم لكافة القضايا والتحديات بما فطرها الله تعالى عليه من فطرة العطاء لأسرتها ولوطنها ولمجتمعها. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، إننا إذ نتحدث عن مسارات الريادة للاستثمار المستدام إنما نتحدث عن ضرورة تهيئة مجتمعاتنا العربية للخوض في غمار التنمية المستقبلية المعتمدة على العلم ومبتكراته وتطوراته المتسارعة، بالأخص تقنيات الحفاظ على البيئة وتعزيز الاندماج بين مخرجات التنمية والحفاظ وصيانة كوكب الأرض الذي يمثل مظلة ضامنة لنمو قدراتنا على استدامة العيش والحياة الكريمة بما حبان الله به من موارد وثروات هائلة تستدعي وضع الخطط والمنهجيات العلمية المتطورة والرؤى المستقبلية لتفادي أي مخاطر وتحديات. إخواني وأخواتي، بقدر استطاعتي بقدر سعادتي عن مشاركتي معكم في تلك اللحظات بنقاشات وأوراق ورؤى في ذلك المؤتمر المحوري في طروحه ورؤيته الشمولية لتحديات التنمية في عالمنا العربي، فإنني أود أن أتطرق لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء رؤية قيادتها الرشيدة حفظها الله تعالى من منجزات شمولية ترتبط بفضل الله تعالى بتحسن مؤشرات التنمية والحداثة التي تستصدرها المؤسسات الدولية لتحقق الدولة وتحوز السبق بين العديد من الدول المتطورة بما فيها مجالات الأعمال والاستثمارات والبيئة وأيضاً تمكين المرأة، فضلاً عن طرح وتبني المنهجيات والاستراتيجيات ذات الصلة بما فيها مجالات الثورة الصناعية الرابعة وعلوم استكشاف الفضاء والتعامل مع تحديات نقص الموارد الطبيعية وبالأخص المياه والزراعة في أرض ودولة لا تتوافر فيها مقومات طبيعية من المياه والأراضي الخصبة. ولا شك أن الحديث عما حققته الإمارات إنما بات ككتاب يقرأه ويوثقه العالم أجمع، ونسعد في ذلك المضمار في دولة الإمارات بما حظينا به من دعم ومشاركة أشقاؤنا من مملكة الأردن الهاشمية الشقيقة والدول العربية ودول العالم في التواجد على أرض الإمارات ودعم مسيرة التنمية ضمن نحو 210 جنسية يعيشون ويعملون ويستثمرون على أرض الإمارات، بكل الخير والفائدة لهم ولدولتنا ولدولنا العربية. الحضور الكريم، أعبر لكم مرة ثانية عن بالغ شكري وتقديري وعرفاني واعتزازي لمشاركتي في محفلكم
ومؤتمركم هذا، سائلني الله عز وجل التوفيق والسداد في مخرجاته، وأن يكون نفعاً وعوناً ودعماً لمسيرة التنمية في دولنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الدكتور أمين أبو حجة رئيس فرسان السلام بتكريم سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني برأس الخيمة. ما زال الوضع يتحدث عن المرأة وعن تمكينها في ريادة الأعمال وفي كل مكان على المستوى الدولي لتفتح نوافذ العطاء ونوافذ العمل ونوافذ الإبداع. معنا اليوم ضيفة الشرف أيضاً الشيخة مريم بنت محمد الخليفة ضيفة الشرف، لتتفضل مشكورة. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم ورحمة الله. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس المؤتمر والأخوان، سعادة الأخوان الكرام، أعتذر لأني لم أحضر كلمة، أنا وصلت البارحة بالليل، فسامحوني برتجل لكم أي شيء من تجربتي يعني في العمل الاجتماعي، وأعتذر مقدماً لأن إن شاء الله عندما نتكلم عن المرأة والاستثمار فإن المرأة نفسها هي الاستثمار ذاته وليس عاملاً مساعداً فيه، لأن الأساس الصلب التي تقوم عليه أهم عملية استثمارية هي الاستثمار في الإنسان، والمرأة كأم وكمربية هي التي تبني المجتمع. وإذا نحب يعني نقيس تقدم أي مجتمع في أي بلد لازم نشوف متى بدأ تعليم المرأة في البلد. بتعليم المرأة أنت تعلم المجتمع كله، وبالتالي تنهض بالمجتمع يعني. لم تعد قضايا المرأة هي التحرر أو الحصول على مزيد من الحقوق، فالمرأة في معظم دول العالم وفي بلادنا على وجه الخصوص هي حصلت على كل حقوقها البديهية، ولكن قضايا المرأة صارت مواكبة لاحتياج الفعل الحضاري في العالم، قضايا مرتبطة بالمشاركة الحقيقية في رفع مستوى التعليم والصحة والبناء، وكذلك في الاستثمار الذي هو محور تركيزنا اليوم. أمامنا وحولنا تجارب ناجحة يمكن استلهامها ما بين تجارب نجاح فردية للمرأة حول العالم. أنا حبيت أشكركم أن أكون أول امرأة متحدثة في هذا المؤتمر، فشكراً لكم. فاستحقت بجدارة جائزة نوبل كل في مجالها، وهي المرأة العاملة التي تقف وراء كل يعني تقف وتهدي إليه وأحياناً تقوده وتدفعه. المرأة هي التي تدفع الرجل إلى النجاح، تربي الجيل، وهي المستثمرة وسيدة الأعمال التي تفتح في مجال وتستوعب الطاقات في مشاريع تخدم الإنسان وتخدم الأوطان. لما نتكلم عن التنمية المستدامة
أنا يعني ممكن أتكلم من تجربتي. بدأنا في البحرين مشروع المايكرو فاينانس، وهو الأقراض الصغير للمجتمع. وأنا لما بدأت أتدرب في الأمم المتحدة على الأقراض الصغير، وأنا سافرت من البحرين إلى نيويورك، في فكري إن أنا بروح حق some sort of banking. الأقراض الصغير هو مثلاً بدل ما يروحون إلى البنوك، ممكن إن أنت توفر لهم رأس مال. ولكن لما رحت أتدرب في نيويورك، فوجئت إن اللي معاي في المتدربين من بنغلاديش ومن المكسيك ومن مدري إيش بلدان، يتكلمون عن مزارع دجاج، عن أشياء يعني بسيطة. وأنا فقلت إن أكيد ما بيمشي يعني. فI was disappointed من التدريب، ورجعت البحرين وبدأنا المايكرو فاينانس في البحرين. أنا رأست المشروع، بدأنا من 1999 يعني قبل 2000 بأربع سيدات يرفضن أن يطلعون في الإعلام أنهما ماخذين يعني مثلاً يسمونه قرض أو يعني قرض من المايكرو فاينانس. الحين بعد 20 سنة المشروع في البحرين رأس ماله اللي بدأ $500,000، الحين البورتفوليو اللي احنا نشتغل فيها حوالي 33 مليون دولار، حوالي 11 مليون دينار. والبحرين يعني مجتمع صغير، حوالي 1.5 مليون سكان البحرين، لكن هو المشروع يكون كتنمية مستدامة. من تجربتي في هالمشروع شفت أن المرأة لما تكون عندها استقلالية مادية، ثقتها تكون بنفسها أكثر، بعدين ينعكس على بيتها، على أولادها، أولادها في المدرسة تروح مدارس أحسن، يعني تنتقل لبيت أحسن. بينما مع الأسف أنا ما أدري من تجربتي يعني، الرجال لما يعني يصير عنده فلوس يشتري سيارة جديدة، يسافر يعني مثلا أكثر من كذا. فشكرا لكم وما حبيت شكرا شكرا أبداً. شكرا. نتفضل سعادة الشيخة مريم بنت حمد آل خليفة من مملكة البحرين. إنجازات المرأة إنجازات كبيرة وممتدة، وإنجازات تختصرها لنا اليوم بخمس دقائق أسماء العتيبية، فلتتفضل. السلام عليكم، أتشرف بوجودي معكم هني في الأردن. ما أقول أنها بلدنا الثاني، يعني نحن من يوم ما كنا صغار مدرساتنا كانوا بصراحة، واللي كانوا دارسين مدارسنا عارفين كان في عنا مدرسات أردنيات ربونا من يوم ما نحن صغار لين ما كبرنا، فنحن ما نقدر ننسى الفضل مالهم علينا. علاقات بين الإمارات والأردن، هاي علاقات كانت قديمة من زمان، كانت من أيام الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه وبين ملك الأردن الله يرحمه الحسين بن طلال. استمرت العلاقات، كانت تجارية هي نفسها الاقتصادية، في التعليم،
في كل هذا، حتى في زوايا الرياضة والثقافة نفس الشيء استمرت فينا. عندنا أمنا الشيخة فاطمة بنت مبارك استمرت على هالنقطة، بنت فينا هالأشياء. نحن نقطة نقولها دائما بابا زايد، بنى فينا، نحن زرع فينا أشياء صغيرة كبرنا عليها استمرينا عليها. نحن الحين دورنا نحن اللي ياسين نبني في الجيل اللي جاي. أنا ما شاء الله من اللي كل اللي شفتهم هني وكل اللي سلمت عليهم سمعتهم يتكلمون، بصراحة تعلمت أشياء وايدة، فخورة أني أكون موجودة مع كل اللي موجودين معانا هني، فخورة أني تعلمت خط من عندهم. كل شخص من اللي يتكلم هني في شيء، بس أرجع البلاد بيكون من الناس اللي موجودين بينقال لهم بيتعلمونها، بترفع فيهم وبتبني في جيلهم هالأشياء. شكراً أن نحن موجودين مع بعض، أن نحن ياسين نتكلم. نحن ما نتكلم بس عن المرأة، نحن نتكلم عن العالم كله. المرأة جزء من هالعالم. نحن يوم نقول أنها هي المرأة الريادة استثمار مستدام، صحيح الكلام، بس نحن جزء من الموجودين كلهم فيهم. بس نقطة أخيرة، في شيء إن شاء الله المساء يوم بتكونون معانا فيه سأشجعكم عشان ترجعون المساء وبتشوفون شو صاير معانا، ما نتكلم معاكم فيه أكثر وما نشرح لكم فيها أشياء ثانية. شكراً لوجودكم، ما تقصرون. تتفضل الأستاذة أسماء العتيبة لتقديم قصة نجاح فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أمين أبو حجلة، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم دعوتنا للمشاركة في مؤتمركم الكريم، وذلك لتسليط الضوء على دور المرأة ومساهمتها في المجتمع من خلال دعمها وكونها جزء من فريق زايد للبحث والإنقاذ. أول شيء حب أعرفكم على نفسي، أنا أختكم أسماء بنت مانع العتيبة، جاية من دولة الإمارات. أفتخر أني أم لثلاث أولاد وبرنسس فديتهم، ربيتهم على الإمارات، على تراثنا، على أفكارنا، على الدين، على أنهم يكونون جزء من العالم اللي نحن عايشين فيه. الحين نطلع على الأشياء الثانية. عندي شو اسمه ماسترز ديجري وبي اتش دي في الهوسبيتال مانجمنت، وحين ياسين بعد نخلص دراسات أخرى. من الأشياء اللي أحبها ويعني نحن نشتغل فيها في الإمارات وايد التطوع. فعندنا نحن فريق الإمارات، فريق زايد للتطوع والإنقاذ، مثل ما تشوفونا لابسينه مهني. في عنا بعد فريق ثاني اسمه شكراً لعطائك، ومن فريق شكراً لعطائك طلعنا بفرق مختلفة. فريق فرسان شكراً لعطائك اللي ميزنا فيهم الأطفال اللي كانوا يتطوعون مع أهلهم، حسينا أن نحن نبي نخليهم شيء مميز، ما نبي نحسسهم أن هم يعني بس يهال جايين مع أهلهم، لا، بما أن هم ساعدوا وكانوا جزء من الوقت وتعلموا من أهلهم، حبينا نكون نسميهم فرسان شكراً لعطائك. طبعاً في عنا في المجتمع عنا ذوي الهمم، عنا الأطفال اللي ما عندهم أهل، والأطفال نفسهم يعني جزء منهم يكون بعد من الأيتام، فنحن هذيل سميناهم أبطال شكراً لعطائك. ما أحب أتكلم الأوراق فبكلمكم مباشرة. في الأمم المتحدة سنة 2001 أعلنت أنها بتكون سنة التطوع. عندنا في الإمارات ما شاء الله من كثر ما متطوعين، عندنا وايدين متطوعين من محافل مختلفة.
فصار عندنا في 2008 volunteer.ae، أن أي شخص من الإمارات أو مقيم في الإمارات يقدر يسجل عليه، يحط الهوية مالته، يحط معلوماته وشو الأشياء اللي هو يحب يتطوع عليها. من خلالها أي إيفنت أو أي شيء يصير عندنا في الإمارات يتصلون بهالشخص ويكون موجود معاهم. طريق زايد للتطوع والإنقاذ، هذا بدأ من سنة 2018. نحن موجودين كمسعفين وموجودين بعد كغواصين. أنا ما شاء الله يعني مرة حضرت معاهم، كنت كمسعفة وقاعدة وأتريا وشي وإكسايتد، أقول يلا الحين بتينا حالة، حد بيستوي له شيء، شمس بيغم عليه. هذا بصراحة استانست يوم شفت كمية الغواصات، يعني مش أن بس الغواصين متركز بس على الشباب، حتى البنات يعني ما شاء الله كانوا موجودين، كمية كبيرة من الغواصات ومن مختلف الدول. فما شاء الله هذا يعني الواحد يخلي يفتخر أن ما شاء الله العنصر النسائي عندنا مختلف في أشياء وايدة مشترك فيها. دولة الإمارات نفس الشيء، يعني مثل ما تكلموا اللي قبلي وهالأشياء، بعدها لين الحين تشجع أن المرأة تكون موجودة في أي مكان. أول شيء دورها كأم في البيت أو أخت، وبعدين يوم يكون عندها الوقت الثاني تدخل في أنشطة ثانية تساعد فيهم. فنحن عندنا يعني ما شاء الله المتطوعين يعني ما شاء الله عددهم كبير، تواجدنا في أماكن مختلفة في الدولة، تواجدنا في ما شاء الله أماكن رسمية، أشياء خاصة كنا موجودين فيها وشاركنا فيها. أي حد يحب يكون جزء من المتطوعين معانا من إمارات ولا خارج الإمارات، نحن نتشرف أن يكون معانا. في نحن دورات نعطي دورات مثلاً في الإسعافات الأولية حسب الليفل اللي موجود، نعطي دورات في الكوارث، يعني لو سمح الله نحن مثلاً يوم كان بدأت الكورونا في الإمارات والعالم كله، نحن كنا موجودين مع خط الدفاع الأول كتخصصنا كمسعفين، كنا موجودين وبعد في الكاتيجوريز المختلفة اللي كانت مضبطنها ومرتبتنها دولة الإمارات، وكلهم ما شاء الله كانوا واقفين فيها. وبعد ما بدينا تأقلمنا على الكورونا وشو اللي صار فيها، استمرينا نعطي دورات، نعطي محاضرات، بس شو طبعاً مثل ما تكلموا عن طريق الأمس تيمز وعن طريق زوم. هذا خلانا نحن بصراحة نفتخر بالأشياء اللي سويناها. شيء معين أنا أحب دائماً أتكلم عنه، اشتغلنا مع ذوي الهمم، كنا أول فريق منزلينهم من ذوي الهمم يغوصون في البحر. من الأشياء اللي نحن نحب نسويها يا عن طريق فريق زايد أو شكراً لعطائك أو الانفايرمنت جروب عندنا في الإمارات، أن نحن مثلاً ننظف البيئة إلا على البر أو في البحر. خضنا ذوي الهمم بصراحة، دربناهم في المسبح، دربناهم على السباحة، مش بس يأخذون تمارين وكل واحد يرجع على بيته، لا، دربناهم كيف يسبحون وكيف يغوصون ينزلون في البحر. ركبنا لهم، سوينا لهم ما شاء الله التيم مالنا مثل تيوب، بدل ما يقدرون يشيلون السلندر على ظهرهم موجود على الأرض وينزلون، سبحوا، نظفوا قاع البحر ما شاء الله عليهم. ومثل ما كنت أخبر البنات عندنا هني، أن نحن من حوالي شهرين وديناهم ديب دايف دبي. إذا ما تعرفونه، هذا ديب دايف دبي يعتبر من أعمق نقطة موجودة عندنا ياها وفي العالم. نزلوا فيها، الماي اللي فيها ماي حلو مش ماي مالح، وما شاء الله عليهم نزلوا وغاصوا لين أعمق شيء فيها. وما شاء الله المركز زايد لذوي الهمم صنع كرسي معين لذوي الهمم على أنه يكون موجود هناك. فأي وقت أي حد منكم بيجي على ديب دايف دبي حياها الله، وبيشوف الكرسي اللي موجود هناك وبيشوف المكان كيف مختلف. نحن دائما نقول أن المرأة تقدر تتعاطى مع كل أطياف المجتمع،
من الأطفال الرضع، من اليافعين للبالغين، مثل ما قالوا كلهم، هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي الطبيبة، هي العاملة، هي اللي قامت بنشر الوعي في المجتمع. ساهمت بعد المرأة في الفريق مالنا نحن بتأهيل كوادر تطوعية نسائية ورجالية بصراحة، ما شاء الله عليهم، وساعدتهم أن يكونون جزء من عمليات البحث والإنقاذ. في النهاية سيدات والسادة اللي موجودين، نحن فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ نصنع الأمل في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. وأود هنا أن أشيد بالجهد المتميز المبذول للدكتور أمين أبو حجلة رئيس المؤتمر وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير على ما بذلوه من جهد من أجل إنجاح المؤتمر والفعاليات المرافقة له، داعينا لله عز وجل أن يحفظ الأردن وأهلها وإياكم ويجنبكم كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة أسماء العتيبة. سعادة السيدة أسماء العتيبة، توقيع بروتوكول تعاون مع فرسان السلام وفريق درع زايد للبحث والإنقاذ نيابة عن السيد حسين الحمادي. قناة أهل الدار